صباح الخير على مشاهدينا، صباح مليء بالخير والأمل والعمل إن شاء الله. صباح يوم جديد النهاردة الاثنين العاشر من يناير العام 2022 والسابع من جمادي الآخر العام 1443، اتنين طوبة يعني في عز البرد. النهاردة في بداية أخبارنا هنتكلم عن منتدى شباب العالم وخبر افتتاح دورة جديدة أو الإصدار الجديد من منتدى شباب العالم، تقريبا بيتصدر كل صفحات جرايدنا النهاردة كخبر أساسي في الصفحة الأولى. فهنلاقي من جريدة الأهرام: الرئيس السيسي يفتتح اليوم منتدى شباب العالم، الشباب يقولون كلمتهم في شرم الشيخ والقضايا الإنسانية تتصدر المناقشات. المزيد من المتابعة معنا زميلة ليلى عمر من شرم الشيخ. صباح الخير يا ليلى. صباح الخير يا مهلا. ليلى، يا ترى ايه هي اهم الاستعدادات اللي انت شهدتيها اثناء وجودك بالامس لافتتاح دورة واصدار جديد من منتدى شباب العالم اللي هتبدا اليوم؟ ليلى، بتكلم عن اهم الاستعدادات اللي رصدتيها وظهرت بالامس لبدايه النهارده الاصدار الجديد من منتدى شباب العالم. ماجدة، يعني بالفعل مدينة شرم الشيخ استعدت على مدار أيام طويلة لاستقبال وفود الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة واللي بتأتي بعد توقف عامين بسبب طبعا جائحة كورونا. كان في استعدادات خاصة في مطار القاهرة، عفوا مطار شرم الشيخ الدولي، لاستقبال الوفود المختلفة، إجراءات احترازية طبعا، مسحات تقام للقادمين إلى شرم الشيخ. في شباب من منتدى شباب العالم من المنظمين بيساعدوا كل الوفود انها تستطيع بسرعه توصل لمكان الاقامه. والحقيقه ورش العمل بدات على مدار اليومين اللي فاتوا استعدادا للجلسات الرئيسيه في منتدى شباب العالم. بالاضافه لهذه الورش طبعا كان في استعدادات كبيره في القاعه الرئيسيه اللي هتجرى فيها فعاليات الافتتاح، استعدادات من حيث التنظيم بالطبع، بالاضافه طبعا للاجراءات الاحترازيه اللي بتتصدر المشهد. يمكن دي كانت من أكثر النقاط المثيرة مع هذا العدد الكبير المتواجد في شرم الشيخ وتحديدا في قاعة المؤتمرات اللي بتستضيف فعاليات المنتدى. في إجراءات احترازية على مستوى عالي طبعا، مساحات بتقام، قياس لدرجات الحرارة، معقمات في جميع أنحاء القاعات، روبوتات بتعمل على خاصية التعقيم لجميع القاعات وجميع الأماكن المتواجدة، وبصفة مستمرة في تشديد على ارتداء الكمامات بشكل مستمر طبعا لان في اعداد كبيره متواجده. ماجده، خلينا اكلمك عن ورش العمل اللي كانت على مدار اليومين اللي فاتوا، واللي هي ورش بتستعد للموضوعات الرئيسيه اللي هتناقش في منتدى شباب العالم. بالطبع المحور الاساسي دائما هو جائحه كورونا، ومنها بنتحدث عن عدد كبير من النقاط الاخرى. كان في ورش عمل مرتبطه بالتعليم بعد الجائحه، ايضا مشكله تغير المناخ من المشكلات الهامة اللي بتطرح من خلال المنتدى في نسخته الرابعة، وتأثيرات تغير المناخ خاصة في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ في العام القادم. كان في جلسات أخرى متعلقة بالقارة الإفريقية وقارة إفريقيا ما بعد الجائحة، وإزاي ممكن تتخطى المشكلات المختلفة اللي تسببت فيها جائحة كورونا، بالإضافة لورش عمل متعلقة بالإبداع والابتكار والتنمية. من خلالها تم عرض بعض التجارب في مجال التحول الرقمي وكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم الزراعة ودعم وتأهيل البنية التحتية في مختلف دول العالم خاصة الدول الأشد فقرا. دي يمكن كان بشكل عام الجلسات أو ورش العمل اللي كانت على مدار يومين، لكن بالتأكيد في أنشطة أخرى متواجدة في المنتدى أيضا. نعم ليلى، خطة اليوم النهاردة هتسير إزاي؟ نعم ماجدة، بالنسبة لليوم بعد قليل طبقا للجدول المعد في 11 صباحا هيتم افتتاح منتدى شباب العالم، جلسة افتتاحية بيحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الشباب والوفود المشاركة والإعلاميين. بعد كده بيعقبها الجلسة الأساسية والرئيسية لهذا اليوم، وهي المتعلقة بجائحة كورونا وازاي هذه الجائحة لها تأثير على مستقبل العالم والبلاد، وأنها انذار للبشرية جمعاء اللي توحدت في جائحة
أثرت على كل دول العالم على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. في نهاية اليوم الحقيقة في افتتاح خاص لمسرح شباب العالم. مسرح شباب العالم هو ملتقى للأفكار الإبداعية ولكل المواهب الشابة من جميع أنحاء العالم، والحقيقة في فرقة أتت خصيصا من جنوب إفريقيا كانت فازت في إحدى المسابقات الدولية، هتقدم عروضها على هذا المسرح بالإضافة طبعا لمواهب شابة متعددة كثيرة في مختلف المجالات سواء الرقص أو الغناء أو العروض المسرحية وغيرها. هيكون في حفل افتتاح خاص مساء فيما يتعلق بذلك. ماجدة خليني أيضا أتحدث عن يمكن جوانب أخرى في المنتدى يعني غير معروفة بالشكل الكافي زي الجلسات الأساسية اللي دايما بيتم الحديث عنها. يعني في مكان أو فريدم إيه هي منطقة متواجدة أيضا في القاعات الخاصة بالمنتدى، من خلالها بيكون في لقاء بين رواد الأعمال وبين الشباب لمناقشة مختلف الموضوعات سواء كانت المتعلقة بالتكنولوجيا أو غيرها. في هذه المنطقة أيضا هيكون في متحف خاص في نماذج لمجموعة من الشخصيات الريادية على مستوى العالم، سيدة الغناء العربي أم كلثوم أيضا. كل ده بخاصية الواقع الافتراضي، هيكون في فرصة للشباب للتعامل وربما خوض مجموعة من الألعاب من خلال خاصية الواقع الافتراضي مع شخصيات عالمية ومؤثرة مثل العالم الفيزيائي نيوتن، مثل سيدة الغناء العربي كما ذكرت أم كلثوم وغيرهم من الشخصيات زي نيل أرمسترونج رائد الفضاء الدولي. جانب آخر أيضا بيحمل المبادرات المختلفة أو مختبرات شباب العالم أو WYF Labs. هذه المختبرات تم تأسيسها من خلال توصية في منتدى شباب العالم في عام 2018، وهي فرصة للقاء رواد الأعمال تحديدا. يمكن رواد الأعمال من الفئات اللي بيحرص منتدى شباب العالم على التواصل معهم بشكل دائم باعتبارهم شباب بيقدموا تجارب جديدة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وازاي ممكن نستغل القيادات الشابة علشان تدعم مجتمعاتها وتقدر أيضا تدعم نفسها من خلال ريادة الأعمال والأفكار الجديدة والمبتكرة واللي هتطرح من خلال هذا الجانب أو تحديدا من خلال مختبرات شباب العالم، واللي هتسعى كمان لوضع أجندة في مجال ريادة الأعمال قد تناسب هذه الأجندة مختلف المجتمعات. نعم، بشكرك ليلى عمر على هذه المتابعة لأهم الاستعدادات الخاصة لمنتدى شباب العالم في نسخته الجديدة بعد توقف لمدة عامين. بالتأكيد سنكون معك على مدار فعاليات اليوم في المزيد من المتابعات على شاشة النيل للأخبار. شكرا لك ليلى. بعود معكم مشاهدينا مرة أخرى للقراءة الصحفية، ومرة أخرى بنتوقف عند افتتاح منتدى شباب العالم والتعليقات المختلفة عليه. خلونا نتوجه للحديث مع الأستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي. صباح الخير يا أستاذ محمد. أنا صباح الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. دورة جديدة بعد توقف لمدة عامين لمنتدى شباب العالم اليوم بالعديد من الفعاليات باهتمام خاص بجائحة كورونا وتأثيرها على العالم وعلى الشباب، كيف ترى هذا الإصدار الجديد من منتدى شباب العالم؟ يعني الإصدار الجديد طوال العامين الماضيين كان شباب العالم طواق لإنعقاد المؤتمر، لكن الظروف في جائحة الكورونا حالت دون عقده إنعقاده. المنتدى بيكتسب أهمية عاما بعد عام، وأصبح يعني حقيقة واقعة في على أمام شباب العالم، بل على العكس أمام زعماء وشعوب العالم. هذا المنتدى بينعقد هذا العام تحت شعار السلام التنمية الإبداع. أعتقد أن جلسات المؤتمر وورش العمل وكل المناقشات والمداخلات اللي هتتم هتكون في إطار هذه الموضوعات، والمنتدى بيهتم بصفة خاصة بموقف بقى العالم من قضية من جائحة كورونا والشباب ودوره في ما بعد مرحلة جائحة كورونا وكيفية مواجهتها وتقييم هذه الجائحة وكيفية التعامل معها. أيضا هناك قضية تغير المناخ، ودي قضية خطيرة جدا بتهم كل شعوب العالم. ايضا عمليه الابداع، مين هيكون اكثر من الشباب في افكاره الجديده وافكاره المستقبليه واحلامه الكبيره الغير محدوده. كل هذه الاهداف اللي هيتم مناقشتها في خلال هذه القضايا. ايضا قضيه التنميه، قضيه مواجهه الفقر، قضايا غايه في الاهميه. الشباب 196 دوله
بيحطوا بيضعوا افكارهم، عمليه ايضا رياده الاعمال لما يبقى في تبادل الافكار والرؤى بين شباب العالم في التجارب الناجحه في رياده الاعمال، ايضا تجارب الدول في مواجهه مكافحه الفقر، مواجهه جائحه كورونا، ايضا مواقف الدول من تغير المناخ. الشباب هو يعني المنوط به تحمل مسؤوليه الحاضر والمستقبل، لانه لديه القوه ولديه الفكر الجديد ولديه الامل والاحلام الكبيره جدا لتحقيق طموحاته، فهو اللي هيتحمل تبعه تنفيذ ما ينتهي اليه المنتدى من توصيات في هذه القضايا الغايه في الاهميه اللي بتهم شعوب العالم اجمع. نعم، انا بشكر حضرتك استاذ محمد الشماع كاتب الصحفي على المداخله وما ابديته من وجهه نظر معنا حول افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الجديده اليوم. هنروح لجريدة الأخبار في صدارة الصفحة الأولى. انطلاق تدريب المصري السعودي تبوك 5 وتدريب عابر مع أمريكا بالبحر الأحمر. وطبعا هذه التدريبات بتأتي في إطار الاهتمام بإجراء التدريبات المشتركة للجيش المصري مع مختلف القوات المختلفة في العالم للمزيد من الخبرة، والحقيقة ده بموضوع بيهم الجانبين اللي بيشاركوا في هذه التدريبات عامة، سواء كانت هذه التدريبات مع الجانب الأمريكي مثلا، الجانب السعودي زي ما بنرى في هذه انطلاق هذا التدريب وهو تبوك 5. الحقيقة أن الجيش المصري دايما بيخوض هذه التدريبات مع جهات متعددة، وبتهتم دول العالم أنها تدخل مع الجيش المصري في هذه التدريبات لمعرفتهم بالقدرات الموجودة لدى الجيش المصري بشكل جيد. هنروح لجريدة الجمهورية في الصفحة الأولى. فيتش ترفع مؤشر توقعاتها، زيادة صادرات الغاز المسال عالميا في 2022. معلومات الوزراء، ارتفاعات قياسية في الأسعار لأشهر قادمة. والحقيقة أن فعلا الأسعار الخاصة بالغاز وبشكل عام والبترول في العالم في حالة ازدياد في هذه المرحلة. أما عن فكرة ارتفاع مؤشر فيتش لتقييم مصر، فده من الأشياء اللي بتسير بشكل طبيعي في هذه المرحلة مع حالة النمو الاقتصادي اللي بتشهدها مصر والاهتمام بعملية التنمية. هنروح لجريدة مصر اليوم في الصفحة الأولى. مصر تبدأ إجراءات اعتماد اللقاح الكازاخستاني موديرنا، تطوير مصري يواجه كورونا والإنفلونزا من جرعة واحدة. مزيد من التفاصيل معنا دكتور أشرف عقبة، رئيس قسم البطنة والمناعة بطب عين شمس. صباح الخير يا دكتور أشرف. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بيك دكتور أشرف. هل اللقاح الكازاخستاني مختلف في أي شيء عن طبيعة اللقاحات الأخرى الموجودة والمعتمدة الآن؟ الحقيقة أن جائحة كورونا جعلت كل مراكز الأبحاث في العالم بتسعى إلى تطوير اللقاحات، وفعلا صناعة اللقاحات حاليا بدأت في نشاط كبير جدا وفعلا في إنجازات كبيرة، منها طبعا إنتاج اللقاح الكازاخستاني اللي بدأت مصر ومعالي وزير الصحة التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار بدأ فعلا في الاتفاق على الحصول على اللقاح الكازاخستاني، وده بعد ما يتم فعلا فحصه من قبل هيئة الدواء المصري. هذا اللقاح الحقيقة واعد وهو لا يختلف كثيرا عن اللقاح الروسي، لكن انتاجه طبعا ممكن هو يكون اكبر، وده اللي هيساعد على مصر في الحصول على كمية كبيرة من اللقاحات تقدر انها تغطي احتياجات المصريين في الفترة اللاحقة يعني. دكتور، ايضا الخبر بيتضمن ان موديرنا تم تطوير مصل من خلاله بيواجه كورونا والانفلونزا في جرعه واحده، بتشوف الخبر ده ازاي في تطور عمليه الامصال في المرحله دي؟ زي ما قلت لحضرتك ان تطوير اللقاحات جعل انه مراكز الابحاث وشركات الادويه تسعى سعي حثيث لانتاج العديد من اللقاحات لعلاج مشاكل الصحيه اللي بيواجهها العالم حاليا، واحنا بنشوف دلوقتي انه شركه موديرنا بدات فعلا في تطوير لقاح بيواجه الكورونا فيروس والانفلونزا من جرعه واحده، وده هيكون خليط من الشوكة البروتينية للقاح لفيروس كورونا، إلى جانب كمان أنه بيحتوي على نوع من البروتين اللي موجود في فيروس الإنفلونزا، وبالتالي هذا الخليط اللي سمته شركة موديرنا mRNA 1073، الخليط ده بيستطيع أنه هو يدي جرعة معززة
لكورونا للناس اللي حصلت على اللقاحات قبل كده، الى جانب كمان انه بيحمي من فيروس الانفلونزا. ومش بس الحقيقه موديرنا هي اللي بتسعى لهذه العمليه اللي هي موضوع الخلط بين اكتر من او لقاح يجمع بين فيروسين، لكن كمان في شركه تانية اللي هي نوفافاكس شغاله على لقاح شبيه، وبتشتغل على برضو اللقاح ان هو يمنع فيروس كورونا ويمنع فيروس الانفلونزا من جرعه واحده بس. نعم نعم. دكتور اشرف عقبه رئيس قسم البطنه والمناعه بطب عين شمس، انا بشكر حضرتك على المداخله وما ابديته من وجهه نظر معنا حول اللقاحات واعتماد اللقاح الكازاخستاني وتطوير موديرنا. هنروح لجريده الاهرام في الصفحه الاولى. مدبولي: توجيهات رئاسيه برفع كفاءه خدمات المواطنين في الموازنه المقبله. خلونا نتحرى اكثر حول معنى هذا الخبر. معنا عبر الهاتف دكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصاديه. صباح الخير يا دكتور كريم. صباح النور يا فندم. اهلا بك دكتور كريم. ماذا تعني كلمه رفع كفاءه خدمات المواطنين في الموازنه؟ الحقيقه ان هي الكلمه بتتضمن العديد من الابعاد والمحاور اللي بتستهدفها الموازنه العامه للدوله في العام المالي الحالي. طبعا هي العبارة بتستهدف الارتقاء بالخدمات او الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بداية، سواء بتسهيل الحصول على الخدمات الصحية او تسهيل وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية ايضا. بالاضافة طبعا الى البعد الثاني وهو تحسين مستوى المعيشة والسلامة لكافة المواطنين داخل الدولة المصرية، وده هنا الدولة بتستهدف من خلاله تحسين المشهد الحضري وتعزيز السلامة المرورية والحد من التلوث بمختلف أنواعه. نعم. بالإضافة طبعا إلى البعد الثالث وهو ضمان استدامة الموارد الحيوية بتحقيق الأمن التنموي والغذائي وحماية المناطق الطبيعية وأيضا حماية التهديدات من الأخطار الطبيعية. الحقيقة أن الحكومة بتستهدف أيضا التحول الرقمي ومنظومة الحكومة الإلكترونية واللي بتسهل على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية الحصول على الخدمات مباشرة، ودي نقطة مهمة جدا لأنها يعني بتحد من التكدس داخل المحافظات والمراكز الرئيسية للحصول على الخدمات، وأيضا بتسهل على المواطنين وبتيسر عليهم الحصول على مختلف الخدمات التي يرغبون فيها. نعم. أنا بشكر حضرتك دكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية على المداخلة والتوضيح. هنتقل لجريدة الأخبار في الصفحة الثالثة. في إطار المبادرة الرئاسية تتلفف حرير: تعاون التضامن ومصر الخير للتدريب على صناعة السجاد والمشغولات اليدوية. وطبعا ده بالتأكيد بيؤكد على حرص الدولة في هذه المرحلة على رعاية الفئات المختلفة انها تنال عمل كريم وتواجد كريم في سوق العمل من خلال هذه المبادرة اللي بتحتفي بالمهن اليدوية وبتقدم لها الدعم والعون. هنروح لجريدة الجمهورية في الصفحة الثانية. في بروتوكول تعاون مع التخطيط: وحدة مرور نموذجية متنقلة بالمحافظات. وطبعا ده للتسهيل بشكل كبير جدا على الأماكن المختلفة في المحافظات في عملية التراخيص وأيضا كل الخدمات المرورية المختلفة كخطوة جيدة في تقديم الخدمات. خبرنا الأخير من جريدة المصري اليوم في الصفحة الخامسة. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في عدد من الجامعات. احنا تقريبا داخلين في منتصف شهر يناير وده موسم الامتحانات الخاص بمنتصف العام. ان شاء الله تمر بسلام على جميع أبنائنا في مختلف المراحل الدراسية ومنها الجامعات اللي بدأت فيها الامتحانات بشكل فعلي. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهاية القراءة الصحفية لأهم العناوين الصادرة صباح اليوم. دقائق تفصلنا عن التاسعة. في تمام التاسعة موجز لأهم الأنباء، بعده تبدأ أولى فقراتنا الحوارية مع الزميل شهاب شعلان. انتظرونا.